الاعتصام بدأ بعد الاقتحام لقبض الصحفيين والقاء القبض على الزميل عمرو بدر والزميل محمود السقا. والاعتصام من امبارح يعني بالليل لغاية دلوقتي مستمر. مجلس نقابة الصحفيين أقر بالاعتصام ويعني مشارك فيه، وعدد من أعضاء المجلس مشاركين بالتناوب. الاعتصام مستمر زي ما أنت شايف، والمطالبات كلها بتطالب بإقالة وزير الداخلية، لأنه اقتحام نقابة الصحفيين لم يحدث من قبل خلال يعني منذ بدء إنشاء نقابة الصحفيين وحتى الآن لم يحدث في أي يعني نظام من الأنظمة، سواء نظام يعني حتى أيام الملك فاروق ولا جمال عبد الناصر ولا السادات ولا مبارك ولا أي نظام من الأنظمة. ما يحدث يتحمله وزير الداخلية بشكل شخصي، لأنه هو المسؤول عن الأمن والأمان في البلاد، كما أنه مسؤول عن المفروض حماية مقرات الدولة وحماية يعني القانون. هم اخترقوا كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وقدموا هدية لنقابة الصحفيين في الاحتفالات بيوم الصحافة العالمي واحتفالات باليوبيل الماسي لنقابة الصحفيين، ويعني ضربوا كل ده عرض الحائط، ووضعوا يعني الدولة ووضعوا الصحافة وحرية الرأي والتعبير في مأزق أمام المجتمع الداخلي والخارجي.